السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا طبعا قلت ان انا اعمل بس مباشر كده على السريع لطقم عشاء سعره مناسب جدا للجميع. حبيت ان انا اوريه لكم على الطبيعة. طقم العشاء ده 24 قطعة، وارد الخارج، بورسلين، خامته روعة. طبعا اي واحده في البيت بتقول عايزه اي طقم عشاء عشان العيال والكلام ده، لا احنا جبنا لك طقم عشاء كويس مش وحش وخامته كويسه جدا. تمام، طقم العشاء ده 24 قطعه. السلام عليكم. وعليكم السلام، تعالي اتفضلي. ام كريم. الحمد لله حبيبي، ثواني اكون معاكي. طقم العشاء ده 24 قطعه زي ما احنا شايفين كده. دي بوله الشوربه غويطه اهي، والرسمة من جوه شيك جدا. البولة دي طبعا بيكون منها 6 قطع. وعندنا برضو طبق الرز برضو بيكون معانا في الطقم ده 6 قطع. الطقم ده طبعا سعره في العرض 550 جنيه بس، يا بلاش 24 قطعة سعرهم 550 جنيه. طقم شيك جدا، وارد من المنطقة الحرة، خامته قدامنا اهون. ده طبق الرز برضو بيكون 6 قطع في الطقم. تمام، بيكون عندنا طبق كبير للفطيرة برضو 6 قطع في الطقم. بيكون عندنا طبق للخضار برضو او للحلويات والجاتو، بيكون برضو 6 قطع في الطقم زي ما احنا شايفين برضو كده اهون. الطقم ده بيكون 24 قطعة والعرض عليه ب550 جنيه فقط لا غير، سعره في منتهى الجمال. مفيش طقم عشا دلوقتي بورسلين بالسعر ده، فاحنا عاملين عليه عروض بمناسبة عيد الام. كل سنة وانتم طيبين، احنا بدأنا موسم برضو من دلوقتي. الطقم ده ب550 جنيه فقط لا غير. قدامنا الشكل اهون، موديل تاني اهون، موديل تالت كمان اهو معانا. الموديلات كلها طبعا زي ما انتم شايفين الوردة احلى من بعضها. منتظركم بمعرض كريم للادوات المنزلية، دمياط، باب الحرس، مستشفى الجلدية، صيدلية الجمهورية، تاني شارع بعد الصيدلية، بجوار كرات للأساس وقصر الفرج، معرض كريم للأدوات المنزلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرضه هقول تاني، سعر الطقم ده يا جماعة 550 جنيه فقط لا غير.